حيو حيو لوز غلاكم في روحه محفور ومكنوز. حيو 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 لوز. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، حياكم الله. يا مرحبا كلكم، الله يحييكم. بس خلي بسنب بس عشان السناب ما يروحون علي كلهم وانتم. الله يحييكم اليوم كلكم، كل من يتابعني معزوم على عسكريم، افتتاح العسكريم حقنا اليوم، وعين منكم لا تغاب. واليوم العسكريم مجاني، ما وزعنا بالكوم. انا صراحه غير موافق على افتتاح المكان المحل هذا. محلك منه، محلك منه، لكن اذا بتوزع ايس كريم صراحه يعني انا يمكن اغير رايي. افا يحب الايس كريم. افا ابعطيك يا فستق ايس كريم طولك. وهذه هديتي لكم يا لوز. شكرا. الله يسعدك، شكرا لك. والله انا مره محرج منك، الله يخليك، الله يدخلك الجنه. والله انا مره سعيد على فكره مشاعركم هذه، وسعيد انه انتم شاركتونا الفرحه هذه. ولكن انا معي شريك بالايس كريم لازم يجي اليوم. معك شريك؟ نعم، جيلي. اوه جيلي اكس اكس لارج. جات المعلومات مع هذا الدكتور، الكل بكلامه مركز ومسرور، الكل بكلامه مركز ومسرور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أذكر صراحة مشاعركم الطيبة اللي وصلتني ومثلت في مدينة الحلويات كلبوكم، وكلكم معزومين على أحلى آيس كريم يحب قلبكم. عندي من كل الأخبار وتفاصيل. الله يجعلها فتحة خير. تفضل هذه الهدية مني. شكرا. شكرا يا مرثا منلو. شكرا. الله يجزاكم خير ان شاء الله، انت وكل الموجودين يا يا يا, يا مرثا منلو. مبروك مبروك. الله يبارك. دكتور جيلي الله يبارك فيك. فاموس فاموس. ثانك يو ثانك يو ثانك يو ثانك يو. انا اشوف ان في ناس سحلانين. حسودي. بس وش عندكم الحين؟ وش الفعالية عندكم؟ عندنا الحين دخين نروح كلنا نقص الشريط. يا سلام. تفضلوا 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 تفضلوا. ها يلا يا سكر، تعال تعال. شباب. الله يحييكم يا صراحة. يلا افتحوا. انا بقول لكم شيء، انا عندي شغل شوي وبشوي واطلع واجيكم، بروح شوي واجيكم. طيب يلا. طيب يا سكر طيب. انا معك. وش فستق؟ روح يلا يا بندق. يا بندق تعال تعال يا كيكا. يلا. فابوس بندق. لا من قدام. مبروك يا جيلي. مبروك يا لوز. مبروك يا جيلي. مبروك. مبروك. الحين باحتفاليتي وافتتاحي يطفى الإضاءة. مين اللي سوى كذا؟ لا تخافون. بندق لا تخافون. هدوا. مارشميلو. يا جماعة لا تخافون. أقول لكم شيء، أنا أعرف من اللي سوى. ما عليك يا كيكة، لا تخافين أنت ومارشميلو. الحين أروح أشغل الكهرب، وبعدين أبعلمك وبقبض عليهم اللي طفوا النور. أيوة يا بندق. يلا 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 يا بندق يا رمز الخير. أنا الكوي.
الحين في يوم افتتاح عربة الآيس كريم حقتي يصير اللي كذا شلون؟ والله مسكين أموجات حلويات الحمد لله الحمد لله يا شماعة يا شماعة يا شماعة شوفوا شوفوا قبضت عليهم وشو دقيقة خلوني أقول لكم وش اللي صار قبضت عليهم تدرون وش لقيتهم يسوون لقيتهم يقطعون السلك لا 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 ايش ما كذب حرام ما احنا ما سوينا شيء مدير اعمالي انا ما سويت شيء انا ما سويت شيء بعدين انا ايش قلت انا قلت الكل راح يتحاشم في الوقت المناسب نعم صحيح ما في خلاف هذه الكلام وانت انا ما سويت شيء استغفر الله الكذب حرام يعني انا صراحه ما سويت شيء ابدا انت رحت تجيب الفلوس صح ايوه ايوه صح صح بندق جاب الفلوس شفتهم بعينك شفتهم بحينين بحينين مو حين واحدة هذا وانا قايل اقول لك اقول لك شيء شفتهم بالحين اليمين والحين اليسار حتى انا يوم ما صدقت حين اليمين سكرت كذا قلت يمكن حين اليسار بعدين حين اليسار شافتهم قالت ها يا حينك اليمين شفتهم وليش كذا يا فستك ليش كذا سكر ما سويت شيء ما سوينا شيء ما سوينا شيء انا ما سويت شيء اخنا لازم نفرخ معاهم نفرخ صح انا تعالوا جاي انا جاي لك بعطيك عس كريم ذاتي تعالوا لازم نقول الكلمه عس كريم ما خليتني افرح بالعس كريم حقي عس كريم وافتتاح يا سكان المدينه انا عندي لكم كلمه قول اللي صار صار ومن سكر وفستق المفترض ما يصير هذا اللي صار لازم نحب الخير للغير صح ولا تحقد على أحد ايه وتمنى الخير لغيرك حتكون أكثر الناس سعادة صح كلما أردت أن تكون سعيداً تمنى الخير للغير شكراً كنافة لذيذة للحلوى مذاق فتان يا فانيلا الحين طقهم لازم بسم الله وعلى بركة الله تعال يلا خلاص خلاص